ماليا ده مهم جدا، لانه في النهايه انت عشان تقدر تجيب لاعب من الدوري الانجليزي تلعبه في الدوري المصري، عشان تقدر تروح لسيمبا التنزاني وتتكلم معاهم وان انا عايز لويس ان هو يكون متواجد معانا، عشان تقدر تجيب حسام حسن من سموحه، عشان تقدر تجيب كريم فؤاد من نادي النجوم، اعتقد ان ومصطفى البدري خلاص تم الاعلان عن تواجده رسميا في النادي الاهلي، وبالتالي عشان تقدر توفر الفلوس دي انت محتاج زي ما كنا بنتكلم فلوس كتير عشان تقدر تعمل كده. في ظل هذه الجائحه اللي احنا بنمر بيها بقى، انا داخلين في سنه تقريبا اهو في جائحه كورونا، سنه ونص، ازاي النادي الاهلي بيقدر يوفق اوضاعه في كل النواحي، من الناحيه الماليه والناحيه الاقتصاديه والناحيه الفنيه جوه الملعب، بدليل البطولات الكتير اللي خدها النادي الاهلي؟ ما هو ده جزء من خطه طويله المدى، يمكن في ناس كتير ما خدتش بالها منها كابتن. لما كابتن الخطيب كان اتكلم بشكل غير مباشر، والاستثمار في كره القدم في جزئيه مراحل السن، مراحل الناشئين، وكان الاهتمام بقطاع الناشئين، وابتديت تجيب عناصر في سن معين من 18. برافو عليك، لان بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله ده، في بعض الناس قالت لك ايه، انتوا رايحين تجيبوا لعيب صغير ب 500,000 جنيه ولا بمليون جنيه، طب ده هتعملوا في ايه؟ شفنا دلوقتي بيحصل معاه ايه. انت حضرتك مرجع دلوقتي عمار حمدي واحمد عبد القادر، ايوه دول احنا المفروض نحسبهم صفقتين زي الصفقات اللي موجوده، ان هم كانوا اثنين من افضل، لو تبص لارقامهم في الدوري النسخه الاخيره للدوري، اثنين من افضل اللعيبه اللي كانوا موجودين في النسخه الاخيره للدوري. فده جزء من اللي اتكلم عليه الكابتن محمود الخطيب بشكل غير مباشر في مره من ضمن المرات، ان احنا لازم نهتم بقاعده الناشئين، يبقى عندنا بروتوكولات. على فكره مش الثلاثه بس اللي في التشيك اللي هم احنا طلعناهم، لا كان في مجموعه من اللعيبه رايحين تاني برضه الدوري الهولندي، بس كان اجراءات او الحاجات اللي كانت مصاحبه الكورونا هي اللي عطلت الموضوع. جزئيه الفلوس او توفيرها، انت كمان عندك الشطاره في حته انك ازاي تجيب لعيبه بشكل معين من غير ما تدفع القيمه الكامله بتاعتها. يعني مثلا كل اللعيبه اللي جايه دي جايه بقيم ماليه على سنتين وعلى سنه ونص، مظبوط تمام. استثمار وعرض اللعيبه دي ليها عائد فني وعائد مالي. انت بتاخد يعني مصطفى البدري مثلا، كان تبعت الكابتن امير قال لك ان في احتمال اتجاه لاعارته سنتين. لا هو قال في اتجاه، مش يعني مش احتمال، ده اتجاه لاعارته سنتين. جزء منها تدي له خبره المباريات، مظبوط، لان الجزء الفني هنا بيقول ان ممكن ما تبقاش فرصه مش قوي يكون ليه دور. نعم. فتطلعه الناحيه الثانيه هتستفيد ماديا لما تجيبه. لما يطلع اعاره. نفس الموضوع في مجموعه اللعيبه اللي انت بتطلعه. وعلى فكره النادي الاهلي بيلعب حاجه كويسه جدا، انك لما بتطلع اللعيب الناشئ بتخلي جزء من الاعاره يستفيد منها، يستفيد بها اللاعب. فانت اللاعب الناشئ بتديله فرصه فنيه، انت بتستفيد فلوس، اللاعب بيستفيد فلوس والنادي اللي هو رايحه بيستفيد من الناحيه الفنيه. طبعا طبعا. طيب